يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل به إليك، ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا، وأن تحسن أحوالنا، وتنير بالمعارف قلوبنا، وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا وآل بيت نبينا وذرياتهم وكل من سألنا الدعاء، والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. يختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومين في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن في آخر جزء في أحكام الوقف، نرجو أن ننتهي منه اليوم، حيث أن الاثنين القادم لا أستطيع الحضور، وبعد ذلك نبدأ الأجازة السنوية وهي شهر شعبان ورمضان. ونلتقي إن شاء الله أول سبت بعد أسبوعين من شوال، أول سبت بعد أسبوعين، أول إحنا اثنين، يبقى أول اثنين بعد أسبوعين من شوال تقريبا، ممكن نقوله لك من النتيجة. كان المفروض أحضر المواعيد دي قبل ما أنزل، لكن هيبقى هنلتقي الاثنين 14 شوال 12 سبتمبر، الاثنين 12 سبتمبر 14 شوال، وهيبقى درس البخاري هيبقى السبت الذي يليه، درس البخاري يوم السبت القادم، وبعده الأجازة برضه هيبقى 20 السبت 20 شوال 18 سبتمبر. حد يكتب بقى التواريخ دي يفكرنا بيها في درس البخاري، نبلغ بيها الناس ان شاء الله. ايوه السبت الجاي ان شاء الله، وهيبقى اخر درس قبل الاجازه. يعني احنا اجازتنا السنويه زي الازهر القديم تبقى كانت ايه، شوال و وشعبان، شعبان ورمضان، ويبداوا في نص شوال على ما تيجي الناس من البلاد. كانت دي الاجازه السنويه للازهر القديم، يدرسوا طول السنه ويجوا ايه الشهرين دول ياخدوهم اجازه، وياخدوا عليهم كمان ست اسبوعين لحد ما يجوا من بلاد. احنا بنقلدهم في الاجازه، لكن ما بنقلدهمش في العباده والاجتهاد والعلم، لعل الله يلحق الذرية بالآباء والأجداد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، في قراءة ذرياتهم قراءة ناف، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بآبائنا وأجدادنا وبحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكبر ما نقص من رواتب الأعمال، ويصل من قطع من مولدات الأحوال،
ويشترط في الوقف، واقفين عند هذا القول، ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا. كوقفت هذا سنة، احنا قايلين ان الوقف هو إزالة تصرفه في ملكه الى جهة معينة على سبيل التأبيد، كويس، على سبيل التأبيد، يبقى معنى التأقيت يمنعه، واضح؟ لو أقت قال لك سنة واحدة، شهر واحد، خمس سنين ويرجع لي تاني، ما ينفعش، ده ما ينفعش وقت. لكن ينفع صدقة، مطلق صدقة لك. يعني واحد عايز يتنازل عن ريع أرضه التي تأتيه مثلا كل سنة لمدة 10 سنوات أن ينفق على أيتام قريته، ينفع، بس مش وقف، دي صدقة. الوقف معنى طول العمر بقى، إلى حتى بعد ما يموت يستمر، واضح؟ يبقى الوقف نفسه له أحكام، عشان يبقى اسمه صدقة جارية، والصدقة الجارية معناها تستمر وهو في قبره. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، فوقفت هذا سنة، وألا يكون معلقا برضه. يبقى حاجة عندنا اسمها المعلق، معلق على شرط، وفي حاجة اسمها المؤقت، يعني مرتبط بزمن، مقابل المؤقت المؤبد، ومقابل المعلق المنجز. يبقى يقابل كلمة معلق المنجز، يقول لك ده ايه؟ ناجز، يعني ايه؟ فورا. انما المعلق لما يجي، واضح؟ هتيجي بقى المنجز والمعلق في احكام الطلاق، هنشوف ان في طلاق معلق وطلاق منجز، واخد بالك؟ والا يكون معلقا، يعني معناه يشترط ان يكون منجزا. لما يقول لك يشترط الوقف الا يكون مؤقتا، يعني معناه يشترط ان يكون مؤبدا. واذا الا يشترط في الوقف ان يكون معلقا، معناه يشترط ان يكون منجزا. فهمت بقى؟ يبقى انت بتفهم الشرط بمفهوم المخالفه. كقوله المعلق، مثال للمعلق، كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا، وهو أي الوقف على ما شرط الواقف. احنا عندنا في قاعدة شرط الواقف كنص الشارع، الواقف قال في الجهة الفلانية يفضل في الجهة الفلانية زي ما قال، حتى بعد ما يموت ناظر الوقف لازم ينفذ، ولو ما نفذش يبقى لم يؤدي الأمانات لأهله، كويس؟ وهو أي الوقف على ما شرط الواقف فيه من تقديم لبعض الموقوف عليه، كوقفت هذا على أولادي الأورع منهم. أما يقول أنا وقفت هذا على أولادي، وعنده أولاد كتير، هيختار من أولاده الأورع، الأورع منهم. الورع أن يترك جزءا من الحلال، أن يترك المشتبه فيه، المشتبه فيه، ولكن ويأخذ من الحلال كفايته، وقد يأخذ حتى فوق كفايته، اسمه ورع. لكن الزهد أعلى من الورع، الزهد أعلى من الورع، الزهد لا يأخذ إلا من الحلال ولا يأخذ إلا بقدر الحاجة، ما يأخذش كمان كفايته يعني التحسينيات، لكن بقدر حاجته فقط. يبقى الزهد دائرة أضيق من الورع، الورع دايرته واسعة، ما لا يتناول إلا الحلال، الحاجة اللي فيها شبهة ملوش دعوة بيه، يتناول من الحلال إيه؟ كفايته وزيادة، ويحوش ويقتني، يبقى اسمه ورع لأنه بيتعامل في الحلال بس، لكن ممكن يتعامل في الحلال وياخد منه كتير، واخد بالك؟ بس بيتعامل في الحلال بس، ده اسمه ورع. نخش في الدايرة الضيقة الأضيق، يترك من الحلال ما فوق حاجته، يعني ما يدخرش وما يشبعش، وعنده ثوب وثوب اخر ما يجيبش التالت، مش محتاج الوقت، اما يدوب واحد في يوم يبقى عنده اتنين، واحد بيتغسل والتاني لابسه ومشي حاله، فاهم؟ يبقى الورع اوسع من الزهد، الفقه اوسع من الورع، دائرة الفقيه واسعة، الفقيه بقى يلاقي الشبهة يقعد يفكر،
دي حلال ولا حرام؟ ويقعد يفكر، فواحد يشوفها حلال من الفقهاء ياخدها، واحد تاني يشوفها حرام يبتعد. يبقى عندنا دائرة الفقه واسعة قوي، عشان كده اما يشتبه عليه امر من الامور بدل ما يتركه يقول لك اما اروح اسال الفقيه، يمكن الفقيه يقول لي حلال يلا. فهمت بقى؟ فدائرة الفقه اوسع دائرة، واخد بالك؟ لان الفقه يقتضي الفهم اللي بيه يقدر يميز بين المشتبهات، مش كده برضه؟ لكن دائرة الورع خروج من الخلاف، ابعد، ده بيقول حلال وده بيقول حرام، انا مالي، ابعد. واخد بالك؟ يبقى احنا عندنا ثلاث دوائر، فهمنا ثلاث دوائر دي مهمة. دائرة الفقه أوسع دائرة، لأنه يتعامل مع المشتبه بالاجتهاد. الأمور المشتبهات يجتهد فيها، لأنه فقيه. طيب والورع المشتبهات يجتهد، يفتي غيره لكن هو ملوش دعوة، ما يعملهاش، عشان كده ممكن يبقى في فقيه ورع، يفتي غيره ويقول له خد، ما فيهاش حاجة، لكن هو مع نفسه ما يعملهاش. لا يتناول، واخد بالك؟ فليس كل فقيه يتعامل في دائرة الفقه، قد يفتي الناس بدائرة الفقه لأنها أوسع حتى لا يكون حرج على الناس، لكي لا يجعل عليكم في الدين من حرج. احنا شفنا كثير من العلماء كان يجي لهم الواحد من دول يفتي في حاجة وهو ما يعملهاش أبدا، لأن احنا عشرناهم ما يعملهاش أبدا، مع إنه بيقول للناس اعمل. ليه؟ لأنه هو ماشي في دائرة الورع. واخد بالك؟ يبقى دائرة الفقه أوسع دائرة لأنه يجتهد في المشتبهات. دائرة الورع لا يلتفت للمشتبه، عنده المشتبه والحرام واحد، ملوش دعوة بيه. لكن ياخد كفايته بقى من الحق من الذي يتحقق حله. ياخد كفايته زيادة. يتمرغ في النعيم. واضح؟ ده الورع، يعيش فوق سور، يبقى عنده بدل السيارة 10. وعنده مصانع وضياع واتجوز 4 وموال كبير، واخد بالك؟ ولو طلع واحده من الاربعه يبقى باستمرار في الاوبشن، يروح متجوز واحده ثانيه، واخد بالك؟ مش عايز يبقى ايه؟ يعني نص اوبشن. ده اسمه بقى ورع، لانه يتعامل مع الحلال بس، لكن بياخد كفايته وزياده. واضح؟ نيجي بقى للزاهد، هي زوجه واحده كفايه قوي، جزاكم الله مشكر، واخد بالك؟ الحمد لله على كده، خليها تعدي. عشان كده مشايخنا كانوا يوصونا اوعى تتجوز 2 خالص، اوعى، هيشغلوك النساء، هيشغلوك وطلباتهم، ويقعدوا يكيدوا البعض وانت في النص معصور، لا هتلتفت لعبادتك ولا هتلتفت لصلاحك ولا لدنياك ولا لاخراك، وهتعيش طول النهار بتصالح دي على دي وبتصالح ولاد دي على ولاد دي وشغلانه ثانيه في دي. يبقى دي دائرة بقى الزهد، ياخد من الحلال، الحلال ايه؟ فواحد حلال، واخد بالك؟ يتجوز واحدة وعنده سكن ليه ولولاده، حلو قوي، كفاية، ما يبنيش تاني، الحمد لله كده، ربنا أوانا وكفاه. يقوم لو جاله حتى فلوس يتصدق بيها، مش يجيب بقى حتة أرض تانية ويسقعها ويبيعها تاني ويبني هنا ويبني هنا ويبني هنا. مش دي شغلة ايه؟ الزاهد. واضح؟ طيب فلما يقول كوقفت هذا على اولادي الاورع منهم، يبقى خرج الفقيه وخرج اللي بيرتكب الحرام من العيال. يجي لي واحد من عياله يشرب دخان، مالكش في الوقت، روح، واخد بالك؟ لان الدخان حرام. يجي لي واحد من عياله بيتعامل مع بعض البنوك اللي اختلف فيها الفقهاء، يبقى ده فقيه مش ورع، روح. يجي له واحد تاني ملوش دعوه بالمشتبهات خالص، هو ده اللي ياخد. الجرع بتاع الدخان تاب الى الله وصار ورعا، يخش. فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى احنا ايه؟ بناخد راي الايه؟ نص شرط الواقف كنص الشارع. واضح؟ مين اللي بياخده؟ ناظر الوقف. ناظر الوقف ده هو ده الريس اللي ماسك الوقف وبينفقه على ما نص عليه فيه، ما يخرجوش عنه، حرام ان يخرجوا عنه لانه مؤتمن. او تأخير، يعني على ما شرط الواقف من تقديم او تأخير، كوقفت هذا على اولادي فاذا انقرضوا
فعل أولادهم. يبقى هنا إيه؟ قدم وأخر، قدم أولاده وأخر أحفاده. كويس؟ أو تسوية، لا فيها تقديم ولا تأخير، كله بالتساوي. أو وقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم. عنده ذكور وإناث، كله ياخد سهم، الذكر كالأنثى. هو قال بالتسوية، ما قالش للذكر مستحظ الإنسان في الإرث زي الإرث، لأن النفقة غير الإرث. النفقة على الأبناء بالسوية بالعدل، مش نقول ده ذكر أنفق عليه أكتر ضعف الأنثى، يعني أحطه قدام ولادي الذكور كل واحد رغيفين، وقدام النساء بنات النساء أحطه قدام كل واحد رغيف وعلى راية، ما ينفعش. أجيب للذكور بطانيتين وأجيب بطانية واحدة للبنات، يقوم يجي لهم الكبر قوي في المقطم، والمقطم برد، ما ينفعش. يبقى في النفقة التسوية، في الإرث للذكر مستحظ الأنثيين، ده في الإرث. لكن طول ما أنت بتنفق، زوجت الذكر تزوج الأنثى، جهزت الذكر تجهز الأنثى. فهمت إزاي؟ مش تقول بقى مش عارف إيه وتقعد تعمل الكلام الفارغ ده. قال إيه؟ فالتسوية مطلوبة في النفقة، فهو ده وقف ماله نفقة على أولاده، فقال لك بالتسوية. فهمت؟ ذكرهم وإناثهم. أو تفضيل، وممكن يفضل. يقول لك ما هي المرأة مسؤولة من زوجها، بنات مجوزهم مسؤولين من زوجهم في النفقة، فلما ياخدوا نص اخواتهم الذكور ما يجراش حاجة، هتبقى كأنها مصروف إيدها زيادة. لكن الذكر من ولاده ده راجل مسؤول عن النفقة على زوجة ولا أولاد، ويمكن مسؤول عن النفقة على أمه لو عاشت معاه، وعلى حماته لو عاشت مع بنتها اللي هو متجوزها، فنفقته كتيرة. وعلى أخته اللي هي لو طلقت أو مات زوجها هينفق عليها برضه، فمسؤوليته أكثر. فهو وجهة نظره إن يدي للذكر ضعف الأنثى ما يجراش حاجة، كل ده جائز، يعني جائز في الوقت وكل حاجة. وجهة نظره هنا نفقة فقلب التسوية، وجهة نظره هنا إن ده مسؤوليته أكثر فميز، ما يجراش حاجة، كل واحد حسب وجهة نظره. أو تفضيل لبعض الأولاد على بعض، كوقفت على أولادي الذكر منهم حظ الأنثيين. كده إيه؟ خلصنا كلام الشارح، ونقرأ الشيخ البيجوري بيقول لنا إيه. البرهان إبراهيم البيجوري شيخ الأزهر رحمه الله تعالى، متوفى سنة إيه؟ 1277 هجرية. جاء القاهرة عشان يدرس في الأزهر 1212، جاء عشان يدرس في الأزهر 1212، هو اتولد 1198، جاء القاهرة 1212 عشان يدرس في الأزهر، جت الحملة الفرنسية 1213، قعدوا يقتلوا في أهل الأزهر، هرب هو وقع في الجيزة لحد ما الفرنسوية مشيوا 1215 هجرية، قعدوا 3 سنين. راح على الازهر بقى يدرس، درس بقى على الشيخ عبد الله الشرقاوي وعدد كبير من علماء عصره، حتى بما فيهم محمد الامير وغيره وغيره كتير، لحد ما بقى من العلماء الكبار، حتى انه وصل الى درجه شيخ الازهر. ده الشيخ البرهان ابراهيم البيجوري رحمه الله، وكان مشهور بتبسيط الامور العميقه للعامه، كان عنده قدرة إيصال الأمور الصعبة للعوام اللي ما درسوش أي حاجة، يقدر حتى أمور المنطقية، مسائل المنطق الصعبة على طلبة المنطق يحكيها للناس وهو راكب الحمارة، الراجل اللي بيسوق الحمارة يحكيها له يفهمها له، يبقى علامة. فدي قدرة تفهيم المعلومة، دي ما كانتش عند كل الناس، كان البرهان البيجوري بقى عنده هذه القدرة، فعشان كده أكب العلماء عليه يتعلموا كما أكب عليه التلاميذ يتعلموا، فاشتهر صيته وزع صيته، وبقى إيه؟ رحلة، يعني الناس ترحل ليه من جميع البلاد يجي يتعلموا على دي، رضي الله عنهم جميعا ونفعنا الله بهم. ويشترط في الوقف وميت هنا ومدفون في المجاورين جنبنا في الدراسة هنا. المجاورين دي مليانة علماء وأولياء، المعلوم منهم أقل كثير من غير معلوم. فطول ما انت ماشي في صلاح سالم تسلم على هؤلاء الاولياء جميعا، السلام عليكم ورحمه الله، وانت رايح وانت راجع السلام عليكم ورحمه الله، تقرا لهم الفتح وتدعي ربك، لان ايه؟
الدعاء عند قبور المسلمين مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح البقيع ويدعي هناك، يدعي لنفسه ويدعي ليه. فتاخد بالك من الحكايه دي، ودي من فضائل سكن المقطع، انك نازل على الاموات وطالع على الاموات رايح جاي. الحمد لله. طبعا امال ايه. ويشترط في الوقف الا يكون مؤقتا. كان ابو مدين الغوث، احنا مش عايزين بس نخش في قصص تخرجنا عن الموضوع بعدين. قول ويشترط في الوقف الا يكون مؤقتا، كوقفت هذا سنة ما لم يعقبه بمصرف آخر. لو قال مثلا وقفت هذا سنة وسكت ده ما ينفعش وقف، لكن لو قال وقفت هذا سنة على فلان ثم على المصرف الفلاني ينفع. خدت بالك؟ لأنه أعقبه بحاجة تانية. كوقفت هذا سنة ما لم يعقبه بمصرف آخر، فإن أعقبه بمصرف آخر كوقفت هذا عن زيد، هي هتبقى على زيد. أنا عندي عن بس هو خطأ يعني. كوقفت هذا على زيد سنة ثم الفقراء صح. ومحل البطلان إمتى الوقف لا يصح مؤقتا؟ خد بالك من الحته دي، التفصيله دي ما هو الشيخ البرهان بقى البيجوري لازم يجيب لك الدقائق، عشان كده حاشيه البيجوري حازت القبول وصارت تدرس لان فيها الدقائق بقى. فيقول لك ايه، ومحل البطلان في الوقف المؤقت ما لم يضاهي التحرير. يعني احيانا يبقى مؤقت وينفع وقف في بعض الصور، الحاجات بقى الاسئله الشفوي، يجي يقول له ايه شرط الوقف، تقول له الا يكون مؤقتا اي مؤبدا، قال له ينفع في وقف، ينفع يبقى مؤقت يا ابني. يبقى بيسال في النوادر بقى، ايه دي محل السؤال عشان يبين ده فاهم ولا مش فاهم. ودي بقى كانت طريقه الشيخ البرهان البيجوري في قعداته كلها، عشان كده اكب عليه العلماء يتعلموا منه الحاجات دي. فبيقول ايه، ومحل البطلان ما لم يضاهي التحرير، ما لم يشبه تحرير الرقاب. ما لم يضاهي أي يشبه التحرير، تحرير الرقاب اللي هو العتق، يبقى التحرير هنا بمعنى العتق. كويس. وأما ما يضاهي التحرير، ما يشبه التحرير كالمسجد والمقبرة والرباط، احنا عندنا في العتق الشرع متشوف للعتق، فلو شرط شرطا فيه مؤقتا متعلق بالعتق يقول له انت عتيق لمدة سنة يعتق على التأبيد ويلغى الشرط الفاسد. واخد بالك ازاي؟ ليه طيب عملنا كده ولغينا واعتبرنا ان لمدة سنة ده شرط فاسد واجرينا كلامه واعملناه ما لغيناهوش، مع ان احنا عندنا القاعدة ايه؟ لان اعمال الكلام خير من الغائي، ولان الشرع يتشوف لايه؟ للعتق. فأي حاجة يتشوف لها الشرع وتيجي مؤقتة أو ما نعمل إيه؟ ألغي التأقيت وأخليها على التأبيد. زي إيه؟ زي وقفت هذا على المسجد لمدة سنة. كويس؟ يبقى ألغى، أنا أعتبر إن لمدة سنة ده شرط فاسد. وأجعله وقف على المسجد. على التأبيد. فهمت بقى؟ ما لم يضاهي التحرير أي العتق، ما لم يشبه العتق حيث تشوف الشرع للعتق. كذلك تشوف الشرع إلى عمارة المساجد، يتشوف الشرع إلى إنشاء الرباط اللي هي زي المدارس ودور الإقامة لطلاب العلم. ده الرباط عبارة عن مسجد ومدرسة ودار إقامة للطلاب، ده اسمه رباط. واخد بالك؟ زي احنا دلوقتي عندنا مثلا الجامعة والمدينة الجامعية، طلبة يعيشوا في المدينة الجامعية وينزلوا على الجامعة لحد ما يخلص دراسته يمشي ويجي طلبة غيرهم، أو ده اسمه رباط. خد بالك، وعاملين مسجد جوه الجامعة يبقى ده اسمه رباط. واضح؟ يبقى الرباط هو ده. ومحل البطلان ما لم يضاهي التحرير، ما لم يشبه العتق. أما ما يضاهي التحرير يعني ما يشبه العتق كالمسجد والمقبرة والرباط
فإنه يصح مؤبدا. يقول لك وقفت هذه الأرض لدفن موتى المسلمين لمدة سنة، يقولوا له جزاك الله خير، خلاص ادفنوا فيها طول العمر. واخد بالك ليه؟ لأن مش معقول إن أنا بعد سنة هيخش على الأرض يحفر في وسط رفات المسلمين، ده نبش القبور حرام، فيبقى ده شرط فاسد. نبش القبور هيبقى فاسد، فهمت بقى ازاي؟ فنقول له خلاص تبقى مقبره مسبله وماشي. مسبله يعني سبيل. فانه يصح مؤبدا في الحاجات اللي تضاهي التحرير دي، تصح مؤبدا ويلغو التأقيت. يبقى يصح وقع التأبيد ونلغي شرط التأقيت. واضح؟ كما لو ذكر شرطا فاسدا كأن وقف مسجدا بشرط ألا يصلي فيه أحد. شرط أن يبنوا هنا مسجد ويقفلوا هنا للزيارة دون الصلاة. متحف يعني؟ هتعملوا متحف؟ فاهم؟ فنقول له خلاص جزاك الله خير، ونروح شايلين اليافطة ونجيب مؤذن ويأذن ويفتح للناس يصلي. فاهم؟ ده شرط فاسد. وقول ألا يكون معلقا فلا يصح تعليقه على شرط، يعني يعلقه على شرط، كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا، لأنه لم يبنى على التغريب والسراية. خد بالك عايز يقول لك علة دي إيه. احنا قلنا البرهان بقى البيجوري ده بتاع الدقائق. ليه هم قالوا كده الفقهاء؟ يقول لك علتها بقى. ايه؟ هحكي لك. يا سلام لو صبر القاتل على المقتول لكان قام بالمهمة ملك الموت. ولا يقبضوا عليه ولا حاجة. هيموت لوحده يعني ملك الموت، لأنه ده أجله، وقت أجله. كوقفت هذا على زيد، وقفت كذا على كذا، إلا أنه لم يبنى كذا على كذا، لأنه لم يبنى على التغليب والسراية. شوف خد بالك من القاعدة دي، تحتها خط أو بين قوسين، دي قواعد على فكرة تطلع لدرجة. في واحد عمل رسالة دكتوراه في القواعد الفقهية من خلال حشية البيجوري، فمسك الحشية كلها وطلع لك القواعد الفقهية اللي في وسط الشروح وناقشها وقال تطبيقاتها، وبقت رسالة الدكتوراه، وبقى عمة كبيرة من أجل الإمام البيجوري. فهمت إزاي؟ فناخد بالنا من الحكاية. وكل ما لم يبنى على التغليب والسراية لا يصح تعليقه. دي قاعدة هي. كل ما لم يبنى على التغليب والسراية لا يصح تعليقه، بخلاف ما بني على التغليب كالخلع. هيديك حاجة تبنى على التغليب، مثال الخلع. الغالب في الخلع ايه؟ ان الاجر اللي بياخده الزوج ده من الزوجة عشان يطلقها، مش الخلع ده عبارة عن طلاق ولا فسخ؟ هندرسها بعدين وجهان. يعني الخلع هل هو له حكم الطلاق فيتحسب طلقة، فان تزوجها مرة اخرى يبقى هو استهلك طلقة، ولا هو فسخ فلا يحسب من الطلاق؟ وجهان، والراجح انه فسخ وليس طلاق. طب والمقابل اللي بياخده الزوج ده، ده مقابل عوض؟ ما هو العقود بتبقى فيها عوض، ولا مقابل جعاله؟ احنا درسنا الجعاله. فهمت ازاي؟ فقال لك التغليب في الخلع الجعاله وليس العوض. التغليب في الخلع الجعاله وليس العوض. فهمت ازاي؟ كالخلع فإنه بني على تغليب الجعالة على المعاوضة. يعني مش زي عقود البيع هات وخد. يعني هو مش بيقول لها هاتي وخدي الطلاق، لا. ده اللي بياخده ده جعالة، زي ما تقول مكافأة على أن يطلقها، مكافأة وليس عوض. واضح؟ لأن الجعالة فيها نوع المكافأة على تقديم خدمة، لكن المعاوضة فيها الضمان، اللي فيها شغلانة تانية، ده عايزة ضمان وليها شروط وشغلانة تانية. فالخلع الغالب فيه الجعالة وليست المعاوضة. واضح؟ ف
فلذلك صح تعليقه. يبقى يصح تعليق الخلع ليه؟ لانه بني على التغليب، اهو تغليب الجعال، واخد بالك ازاي؟ وبخلاف ما بني على السرايه كالطلاق والعتق. بني على السرايه يعني ايه؟ يعني يفعل في بعض الشيء فيسري الحكم على باقي الشيء، ادي معنى السرايه. يقول لمراته طلقت يدك طلقة بائنة، طب هينفع يعني تعيش معاها من غير ايد؟ يقوم يسري من ايدها لبقية جسمها تبقى طلقة كلها، يبقى اسمها السراية. فاهم؟ زي برضو القتل بالسراية، واحد ضرب واحد ضربه مبرح اصيب باصابات بالغة، مات بعد شهر في المستشفى، يقول لك مات بالسراية. فهمت ازاي؟ لم يبرأ من الايه؟ من الحادثة، فمات بالسراية، يبقى مات مقتولا، مش علشان ما ماتش ساعة العلقة يبقى، ومات بعدها بشهر يبقى مات مش مقتول، لا، يسري حكم السراية وساعتها يقبضوا على اللي ضربه ويبقى اسمه قاتل. قد يكون قتل خطأ، قد يكون قتل عمد، بقى يبتدي الايه القاضي يحقق ويشوف ويوصف، لكن اسمه قتل. واضح؟ يبقى في حاجة اسمها بالسراية، يعني يسري حكم الشيء على الشيء كله، بخلاف ما بني على السراية كالطلاق والعتق. العتق برضو يقول للعبد بتاعه طلقت نصفك او عتقته، يعني عتقت نصفك يعتق كله، عتقت رجلك يعتق كله. فهم؟ كالطلاق والسراية هو العتق. فإذا طلق يدها أو أعتق نصفه سرى إلى الكل فيهما. فهمت بقى كلام الشيخ؟ وأنا جبت لك مثال ثالث اللي هو القتل بالسراية، هناخده في الجنايات، في أحكام الجنايات بعد كده. سرى إلى الكل فيهما، فلذلك صح تعليقهما. فالقاعدة أن ما قبل التغليب والسراية صح تعليقه، وما لا فلا، وما لا يقبل التعليق والسراية فلا. ومحل البطلان، كل ده محل البطلان في المعلق ده كله، سواء بقى ايه يقبل التعليق والسراية ولا يقبل التعليق والسراية، فيما لا يضاهي، مرة تانية، التحرير اللي هو العتق، فيما لا يشبه العتق، ونعتبر بعد كده التعليق ده شرط فاسد لتشوف الشارع للعتق. واضح؟ واما ما يضاهيه كجعلته مسجدا، وعشان كده احنا قلنا ان لما يقول عتقت نصفك للعبد يسري على الكل، واخد بالك؟ لان الشرع يغلب العتق، فاغلب الجزء المعتوق واخليه يسري على الجزء الغير معتوق يغطيه كمان. فاهم؟ فيما لا يضاهي التحرير، يبقى هو ألا يكون معلقا في الأشياء التي لا تضاهي التحرير. أما ما يضاهي التحرير يعني يشبهه لتشوف الشرع إليه، يصح الوقف فيه معلقا. واضح؟ وأما ما يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان. لسه رمضان ما جاش اهو، هيقول انا جعلت هذا البناء مسجدا لما اذا جاء رمضان يصح، ولما يجي رمضان يبقى مسجد، واخد بالك ازاي؟ وعلى طول. صح كما ذكره ابن الرفع، ولا يصير مسجدا الا اذا جاء رمضان. ومحل ايضا، في حين لو ما قالش مسجد، لو قال جعلته مثلا مخزن على ان يكون دخله للفقراء، يؤجر يعني بعد شهر، نقول له ده لا يصح لان ايه مخزن. فهم؟ لكن لو اجر مسجد، ده المسجد يضاهي التحرير،
نقول له اه يصح، ويجي رمضان نخليه مسجد على طول. واضح؟ ومحله ايضا ما لم يعلقه بالموت. المحل الثاني، دي كلها اسئله شفوي بقى، تفاصيل بيقولها الشيخ البرهان علشان تعرف ايه قيود كل شرط بقى. ما تفتكرش ان الشرط ده ماشي على طول كده زي السيف، لا، ده ليه برضو ايه استثناءات. ومحله ايضا ما لم يعلقه بالموت. فان علقه بالموت كقوله وقفت داري بعد موتي على الفقراء صح. قال الشيخان وكأنه وصية صح وقفا ولو حكم الوصية. يعني ايه حكم الوصية؟ بحيث ان تبقى داره دي في حدود ثلث الايه الارث، فلو كانت اكتر من ثلث الارث نرد الباقي او نستسمح الورث. فهمت؟ يبقى ياخد من الوصية حكم وياخد من الوقف حكم. فهمت بقى المسألة؟ صح. قال الشيخان، الشيخان اللي هو النووي الرفعي مش كده برضه، وكأنه وصية، وكأنه وصية. احنا كنا وزعنا عليك ورقة زمان فيها الايه المختصرات دي اهي. الشيخان الرفعي والنووي، ما يقول قال الشيخان يبقى الرفعي والنووي، ما يقول الشارح، لو قال الشارح يبقى هو الجلال المحلي شارح المنهاج. ولو أراد ولو قال وإذا قال شيخنا يريد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ولو قال الشيوخ قال الشيوخ يبقى الرفع والنووي السبكي. واخد بالك؟ في الورقة اللي احنا كنا وزعناها عليكم زمان دي من حوالي 8 سنوات، ما أعرفش خدتوها ولا لا. ها؟ الأستاذ اللي هو أبو إسحاق. أيوه. أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب. لا هو هو. أظن هو هو. نراجعها على أي حال، نراجعها. إحنا قرأنا اللومة على الشيخ عبد الله الصديق الغماري زمان سنة 82 بقراءة الدكتور علي جمعة عليه وهو يعلق في بيتي في المنيا، اللوم على ابي اسحاق الشيرازي. اكرمكم الله. قال الشيخان صح. قال الشيخان وكانه وصيه. الامام النووي رفع قال لك صح ويشبه الوصيه، لان الوصيه تعرفها ايه؟ تصرف معلق فيما بعد الموت، هي دي الوصية. يبقى الوصية تصرف في ماله معلق لما بعد الموت. والمراد أنه وقف له حكم الوصية في حسبانه من الثلث، لأن أقصى حاجة في الوصية هي الثلث. طب وما زاد على الثلث؟ بإجازة الورثة. فإن لم يجيزوا ناخد الثلث بس. وجواز الرجوع عنه. والوصية كمان ممكن يغير رأيه، يقول لك وقفت داري بعد وفاته للجهة الفلانية، وبعدين جف احتاج مال فراح بايع الدار، ينفع يبيع يعني في اي وقت ممكن يبيع. واضح؟ وجواز الرجوع عنه. ولهذا قال القفال لو عرضها للبيع كان رجوعا، وامتناعه للوارث من غير اجازة، وله حكم الوقف وامتناعه لو لم يجيزه الوارث، يعني بحيث يكون اكثر من الثلث ولم يجيزه الوارث، وكذا امتناعه للوارث لان لا وصيه لوارث. المذهب بتاعنا ايه؟ الشافعيه والملكيه والحنابله والاحناف، لا وصيه لوارث. فما ينفعش يقول وقفت هذا على احد ابنائي ويحدده بعد وفاته. طب ما هو ابنك ده هيورثك مع باقي الايه الابناء، ودي احنا قلنا لها حكم الوصيه فتمتنع على الوارث لان لا وصيه لوارث. والقانون الوضعي بتاعنا في مصر اخذ بالوصيه للوارث في حدود الثلث، وده مذهب ايه الجعفريه، الساده الجعفريه والشيعه اجازوا الوصيه للوارث.
فأخذ به القانون إيه المشرع المصري في القانون المصري. يعني لو واحد أوصى لأحد أبنائه بشيء زائد على نصيبه في الإرث، وجا اخواته عايزين يمنعوه يقولوا له لا وصية الوارث، وجا اشتكاهم عند القاضي، القاضي ينفذ الوصية ويديها له. القانون بتاعنا يحكم بيه، فهمت؟ لكن الورع يقتدي ايه؟ ان يقول لاخواته خلاص مفيش مشكلة، يتقسم في الارث كله ما يتشبث. والفقيه يتشبث يقول لك اصل حديث لا وصية الوارث حديث ضعيف، رواه ابو داود بسند ضعيف. فهمت بقى ازاي؟ ده فقيه. انما الورع بيقول لك اخواته خلاص، ادام معظم الفقهاء بيقول لا وصية الوارث واخذوا بالحديث ده ولو ضعيفا انا مش عايزه. فهمت بقى؟ ادي الورق. طيب والزاهد يقول له مش عايزها خالص ولا حتى نصيبي في الارث، خدوه كله سلام عليكم. ده بقى ازاي؟ لو كفايه انا الحمد لله عندي مهنه وبشتغل وبكسب والفلوس دي مش هتزودني في حاجه، خدوها انت جزاكم الله خير. وانا اعرف ناس كده، يعني يبقى ابوه مثلا تارك مصنع يسيبه لاخواته لانه اتخرج وشغال وعنده مصانع وماشي كويس، واخواته التانيين اللي بيتعلم واللي مش عارف يقول لهم خلاص المصنع بتاع ابوك ده بتاعكم انت، انا مش عايز، جزاكم الله. وكل اللي عملوا كده ونعرفهم من اللي حواليه ربنا فتح عليهم وبقوا ايه تجارته. لو تاجر في التراب يكسب، شوف لو تاجر في التراب يكسب، والحاجه اللي هتخسر وهي عنده يبيعها قبل ما تخسر ويكسب. سبحان الله موفقين كده بسبب ايه؟ الحكايه اللي عملها من الاول دي، السر اللي عمله من الاول. فالحياة يعني ايه؟ تعليم. لما تبص كده على فعل الله في العباد تتعلم حاجات كتير. وامتناعه للوارث، لان لا وصية لوارث من غير اجازة، لان احنا عندنا لا وصية لوارث الا اذا اجاز الورثة. طب افرض الولد ده اللي ابوه وصال ودون سائر اخواته قالوا له احنا موافقين، لان الولد اصلا يعني عنده شلل اطفال او مولود مثلا اعمى وباقي الاخوات كلهم حواسهم سليم، فده عنده نوع من العجز بيحتاج يولي واحد قائد ليه ياخده الجامعه ويرجعه من الجامعه ويقضي له مشاوير ويوظفه عنده يقرا له الدراسه بتاعته عشان يروح يمتحن، فمصاريفه كتيره بسبب العجز اللي عنده. فهم اخواته مقدرين الحكايه دي وشايفين وجهه نظر ابوهم صح، فيجيزوه يقولوا له خلاص مفيش خلاف، خد يا ابني. واضح؟ يبقى اذا اجازها الورثه تمشي حتى على القانون الوضعي بتاعنا. يعني لو جاب موافقه اخواته خلاص، يجي القاضي يقول له خلاص يا ابني خد. حتى لو كان القاضي شافعي اللي هو لا يجيز الوصيه لوالده. او مثلا زوج كل بناته ما عدا بنت واحده. فراح وصى ان البنت دي تاخد من الارث بقدر جهازها فوق نصيبها عشان تستوي مع بقيه اخواتها. لانه ما جوزهاش حال حياته زي ما زوج اخواتها البنات في حال حياته. يقوموا يجوا البنات التانيين واخواتها شايفين ان دي وجهه نظر سليمه، ما زي ما جهزنا ابونا عايز يجهز، ما جراش حاجه في مشوار. لكن لو اتحنشصوا واتخانقوا معاها واشتكوا وعملوا ليهم يشتكوا، بس ايه مش في مصر. لو اشتكوا مثلا في البلاد الاخرى غير مصر، واخد بالك، هيمنعوا الايه الوصيه الوارث، لكن مصر بيجيزوا الوصيه الوارث. واضح؟ وامتناعه للوارث من غير اجازه، وله حكم الوقف في منع بيعه وهبته وعدم ارثه بعد الوفاه بقى. يبقى له حكم الوصيه في حال حياة الموصي، فله أن يبيعه قبل إيه؟ أن يموت. طب افرض مات، له حكم الوقف بقى، لا يحرم بيعه. خدت بالك؟ وهبته وعدم إرثه ولا يورث، واضح؟ وبهذا تعلم ما في قول المحشي، المحشي اللي هو البرماوي، لكنه وصية لا وقف، ولو نجز الوقف وعلق الاعطاء للموقوف عليه بالموت. يقول وقفت هذا البيت من الان على ان ينفق
ما يأتي منه بعد وفاته، يبقى نجزه وعلق النفقة. فهمت ازاي؟ عايز يجيب لك صور كتير عشان يعلمك ازاي تفكر. ولو نجز الوقف وعلق الاعطاء للموقوف عليه بالموت كقوله وقفت بيتي على الفقراء فاذا مت صرف اليهم جازا، كما نقله الزركشي عن القاضي حسين، وقد تقدم ذلك في الكلام على الاركان. قوله وهو اي الوقف بمعنى الموقوف كما هو الاظهر، وان قال المحشي بمعنى الصيغه. وقوله على ما شرط الواقف فيه اي في الوقف بمعنى الصيغه، فالمعنى ان الموقوف من حيث الاستحقاق وصرف غلته مبني على اتباع ما شرطه الواقف في صيغته، فالعبره بما اشتملت عليه الصيغه من الشروط، سواء قلنا الملك في الموقوف للواقف او للموقوف عليه او لله تعالى وهو الاظهر من الاقوال الثلاثه. يعني هو جاب لك برضه تفصيله حلوه وسط الوقف. طب هو الانسان لما يوقف هذا المال صار الملك للواقف واوقف التصرف لكن ما زال الملك للواقف، ولا انتقل الملك للموقوف عليه اللي هو هينفق عليه، ولا الملك صار لله؟ فاهم؟ بيقول لك ثلاث اقوال، الراجح الاخير. يبقى الثلاث اقوال قيلت لكن الراجح الاخير. ومعنى كون الملك فيه لله تعالى انه ينفك عن اختصاص الادميين، والا فكل المخلوقات باسرها ملك له تعالى في الحقيقه، وان سمي غيره مالكا في الظاهر بحسب التوسع والمجاز، وإنما عمل بشرط الواقف مع خروج الموقوف عن ملكه نظرا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه، فلذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع، اللي هي القاعدة دي، شرط الواقف كنص الشارع. ومن ذلك شرطه النظر لنفسه أو لغيره. ممكن يقول إيه؟ وقفت هذه الدار للنفقة على الفقراء على أن أنا أنظر فيها، يبقى هو ناظر الوقف، شرط لنفسه النظار، النظر فيه يعني يبقى ناظر الوقف، يعني رئيس الوقف، مدير الوقف. فهم؟ ومن ذلك شرطه النظر بمعنى النظارة، النظر أو الإدارة باللغة الحديثة بقى تقول إيه؟ الإدارة، إدارة الوقف. يبقى النظر هنا باللغة الحديثة بمعنى إدارة الوقف. كان زمان يقولوا عليه ناظر الوقف، اسمعوا شوفوا الأفلام القديمة، يقول لك ناظر الوقف ويطلعوا تملي نصدار الوقف حرامية، تملي كده، لأن فعلا انتشر الفساد فيهم وصاروا غير أمناء على الوقف، فكانوا حرامية. فلما جم يعالجوا بدل ما يجيبوا أمنة ما لقوش أمن، قاموا أمموا الأوقاف ومش لاقيين أمن، خلاص الأمنة ماتوا، فراحوا أمموا الأوقاف وزعوا على الحرامية بالتساوي. فهمت بقى؟ فدي المشكلة. يقوموا يعالجوا المصيبة بمصيبتين. ومن ذلك شرطه النظر لنفسه أو لغيره. ممكن يقول وقفت هذه الدار على أن ينظر إليها أو يدرها أخي فلان. واخد بالك؟ نفس الشرط بقى، ونجيب أخو فلان ده هو اللي يدر. فإذا شرطه لنفسه أو لغيره اتبع شرطه، والا فهو للقاضي. طب ما شرطش النظر لحد، يبقى القاضي يعين، يبقى هيبقى في قاضي مسؤول عن الاوقاف هو اللي بيشرف عليها. لو في اوقاف مش منصوص على من ينظرها، القاضي يولي من ينظر. واضح؟ والا فهو للقاضي وللواقف الناظر عزل من ولاه النظر نيابه عنه ونصب غيره مكانه. لو الواقف ده اللي هو وقف المال كان هو ناظرا على الوقف، كويس، له عزل من ولاه النظر نيابة عنه. يعني أنا شرطت أن أدير الوقف بتاعي، فجيت اتشغلت أو سافرت فعينت واحد، قضيت السفر بتاعي سنة اتنين، رجعت ليا أن أنا أعزل اللي عينته ده وأرجع أنا أنظر. فهمت كلام الشيخ؟ اقرا العبارة تاني تفهم.
وللواقف الناظر عزل من ولاه النظر نيابة عنه ونصب غيره مكانه ولو كان غيره ده نفسه تاني، أو يجيب واحد تاني لأنه ولا يصلح. وشرط الناظر، الناظر بقى اللي أنا هعينه ناظر للوقف، لازم تتوفر فيه الشروط دي. عدالة باطنه، عدالة باطنه يعني إيه؟ يعني لا يرتكب. العدالة عند المسلمين أما نقول فلان ده عدل يعني إيه؟ يعني لا يرتكب المحرمات، لا يرتكب المحرمات، ولا يصر على الصغائر، ولا يرتكب خوارم المروءات. يبقى العدالة فكها تطلع ثلاثة، واضح؟ محرمات، كبائر، وصغائر، ادي اثنين. ومباحات لا تليق بزمانه ولا مكانه اسمها خوارم مروءة. يعني انا دلوقتي اللي بيمص قصب ده واقف كده في البلكونة بيمص قصب والجيران كلهم شايفينه، ده مباح ولا مش مباح؟ بس يليق بواحد من حفاظ القرآن وأهل الله يقف كده في البلكونة ولابس فلينة حمالات كده ويقعد يمص قصب؟ شفت ازاي؟ دي اهو ده مباح بس ما يليقش بيه. فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه خوارم مروءة. نبغ اللبان حرام؟ مش حرام. لما يجيب لبان كده اللي هي جمر، عارف الجمر؟ اللي هو اللبان، يحطه في بقه يقعد ينضف، ده طول النهار ينضف. ده مباح مش حرام. لكنه عند المصريين ده فعل يعملوا السوقة، ما يعملوش الناس اللي هم ايه؟ أهل العدالة. يعني ما ينفعش يبقى شغال قاضي ويجي يخش المحكمة بلبانة، ولا بيدي درس فقه وحاطط اللبانة في بقه راكنها في خده. فهمت ازاي؟ ما ينفعش. ليه؟ مع ان ده مباح بس دي اسمها خوارم مروءة، ضد العدالة برضه. أو مثلا إيه؟ يقف على الناصية ولابس بنطلون جينز وماسك سلسلة وبيعمل كده، وهو إمام مسجد. ما ينفعش إمام أو أستاذ في الجامعة. فهمت؟ ما ينفعش. طب هو لبس الجينز يعني حرام؟ مش حرام، هو ساتر عورته وكل حاجة، بس إحنا عارفين إن أستاذ الجامعة هو ما يلبس جينز. يلبس جينز ده مهندس عشان لما ينزل الموقع بتاع يتحرك بحريته. انما المسجد يلبس جنس. فهمت ازاي؟ ويخش بقى بدل ما يقول للناس استقيموا يرحمكم الله يقول لهم اوكي جاهزين. ما تنفعش كده. طب هو يا اوكي جاهزين دي حرام؟ ما مش حرام، لكنها خوارم مروءة. فهمت ازاي؟ فيبقى ايه هي بقى خوارم المروءة؟ فعل ما لا يليق بزمانه ولا مكانه من المباح، اللي هو ايه؟ كنا نسمع اجدادنا زمان يقول لك ما يصحش ده، ما يليقش بسني ولا ليه بمقامي، نقول له البس كده، يبقى حاجه لونها احمر مخطط مثلا، يقول لك لا 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 ما البسهاش، يلبسها لحفيده ما البسهاش هو، يقول لك لا ما يليقش بيا ان انا البس كده. فهمت بقى ازاي؟ اللي هو ده دي اسمها خوارم المروءة. او يقعد على الشط مثلا وايه ويأزأز لبه قدام الناس كده، دمها تقيل وحش. فاهم؟ لكن ممكن يأزز لب في اوضته الخاصة، هو قاعد يقرا كتاب كده يأزز لب ما يجراش حاجة، لو قدام الناس لا يقول لك ما يصحش. فهمت بقى؟ يبقى عندنا العدالة تفكها لثلاث حاجات. أما نقول يشترط العدالة ألا يكون فاعل للكبائر، وألا يصر على الصغائر، تاني حاجة، ثالث حاجة ألا يرتكب خوارم المروءة. يبقى البني ادم اللي بالشروط دي يبقى عادل، يصلح للولايه، يصلح للشهاده، يصلح لنظاره الوقف، يصلح للامامه في الصلاه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ده اسمه عادل. يلا يا سيدي. ايوه. العرف. العرف. يعني انا هقول لك حاجه. لو رحت مثلا اليمن وصليت وراسك عريانه دي خوارم مروءة. طب تعالى القاهرة صلي وراسك عريان عادي، مش خوارم مروءة ولا حاجة، ولا حد هينتقد. زمان أيام مثلا أبويا ما كان طالب كان يقول لك لو نسي يلبس الطربوش وراح المدرسة يرجع تاني عشان يجيب الطربوش.
احنا في زماننا لو لبست الطربوش خوارم مروق هيقول ايه الجدع ده، ده جاي منين؟ من اهل الكهف ده. يعني انا لو لبست طربوش ومشيت الناس هتزف فين؟ واخد بالك صح ولا؟ كان زمان لو مشي من غير طربوش خوارم مروق، الوقت لو لابس الطربوش خوارم مروق. يبقى تختلف باختلاف. عشان كده احنا قلنا ايه؟ فعل ما لا يليق بزمانه ومكانه. يبقى لازم ايه؟ يراعي العرف العام، يراعي العرف العام. هو ما يعرفش يعني ايه ما يعرفش؟ ما هو الاكل في الشارع ما تسقطش الاجازة، لكن تسقط عدالته بس، لكن ما تسقطش الاجازة. الاجازة دي بركة، هو راجل مبروك معاه اجازة ويجيزك وكل حاجة، لكن تبقى اجازة رواية وليست اجازة دراية. واضح؟ بس ثم بعد عصر، حاضر، ثم بعد عصر الرواية اللي هي الخمسمائة سنة الاولانية لم يشترطوا العدالة في الاجازة، قال لك لان خلاص ثبتت العلوم، فممكن يجيز الطفل. صح ولا لا؟ مش بيقول لك المشايخ يقول لك بيجيز الطفل ده؟ ده ممكن يجيز الغائب، يقول لك اجزت هذا الطفل ومن يجيز من ذريته الى يوم الدين. يبقى اجاز حتى الغائب. ليه؟ لانه خففه بعد ال 500 سنه الاولى اللي هي عصر الروايه، اللي هي ايام البخاري بقى كان ايه؟ يتثبت، هياخد من مين؟ انما الوقت احنا ما نتثبتش. واخد بالك ليه؟ لان خلاص العلوم ثبتت. واضح؟ يبقى ايه؟ عداله الروايه لها معنيان، معنى في عصر الروايه ومعنى في عصر الاجازه. فاهم؟ لكن عداله الشهاده مستمره. الشهود العدول مستمرين. عدم وجود الشهود العدول يجعل القاضي يأجل تنفيذ الحدود. فهمت ازاي؟ للجماعة السلفية يقول لك احنا عايزين ننفذ الحدود. طيب نفذ الحدود اما يبقى في شهود عدول. لان لو نفذنا الحدود من غير الشهود العدول، واحد عايز واحد يترجم يعمل ايه؟ يروح هناك في ميدان التحرير ولا باب الشعريه ولا في اي ميدان قهوه هناك، يجيب اربعه ويدي لكل واحد 100 جنيه وتعالوا احلفوا ان انتوا شفتوا فلان ده باذن. خلاص يروح القاضي يحلفهم، يحلفوا واخدين 100 جنيه. ايه المشكله يعني؟ يحلف. ما هو مش عدول بقى، ما عندهم كذابين. ويحلفوا، يجي القاضي يقول لك فلان يقبض عليه ويرجم. الله، تلاقي نفسك كنت قاعد في بيتك جايه فرقه عسكريه تقبض عليك ويروح مقلعينك هدومك ويقفوا في ميدان التحرير ويجيبوا الطوب ويرجموك. شفت بقى ان من العدل الان عدم اقامه الحدود لعدم وجود الشاهد العدل. تعطل الحدود لعدم وجود الشاهد العدل. فهمت بقى ازاي؟ لان ادراء الحدود بالشبهات، والان القاضي قامت في ذهني شبهه في عداله الشاهد فلا يستطيع ان يامر باقامه الحد عليه. واضح؟ لكن في إشكالية عند الاعتراف، يبقى لا يقام الحد بقى في هذه الصورة في هذا الزمن إلا بالاعتراف. طب وهل أمرنا النبي أن نعترف؟ قال لك لا، من فعل حدا وستره الله فليتب ولا يأتيني. شوف نصيحة النبي، يقول له كده مش يجي يعترف، يقول له لازم تعترف. هو احنا في الكنيسة؟ يقول له لازم تعترف للقسيس عشان يغفر لك. ما عندنا ربنا يغفر لنا بأي حاجة. فهمت؟ لأن الستر مطلوب. وشرط الناظر عدالة باطنه. يبقى الناظر هو مدير الوقف. عدالة باطنه وكفاية في التصرف المقصود منه. يبقى مع العدالة كمان يشترط إن هو حسن التصرف. يعرف يدير المال ده ما يضيعوش. ويعرف يتصرف فيه التصرف المناسب اللي بيه يستثمره ولا يخسره ولا يهلكه. عدالة باطنه وكفاية في التصرف المقصود منه. ووظيفته ايه؟ وظيفته بقى عمارة، يعمر الحاجة اللي هي مطلوب تعميرها. يعني لو حصل خراب فيها يعمل صيانة. يبقى العمارة هنا باللغة العصرية صيانة وعمارة وإيجارة، وله أن يؤجر. كويس؟ وحفظ أصل،
ويحفظ الاصل يتفقده ويعمل تفتيش كل فتره، حتى ما يأجر يعمل تفتيش كل فتره عشان لو لقى المؤجر بيسيء استخدام الحاجه يقوم يمشيه. وحفظ اصل وهو الموقوف، وغله وهي الاجره التي تستغل منه، وجمعها يجمع الايرادات، الغله اللي هي الايرادات باللغه العصريه، اللغة التجارية الحديثة يسموها ايه؟ الإيرادات. وغلة وهي الأجرة التي تستغل منه، وجمعها وقسمتها على مستحقيها والتوزيع، يبقى ياخد الإيرادات ويوزع. هيدي كمان مرتبات للموظفين معاه في النظارة، هو عنده موظفين تحت إيد، يديهم مرتبات ويوزع على المستحقين. فإن فوض له بعض هذه الامور لم يتجاوزه، يعني ممكن يبقى ايه ناظر الوقف يعين واحد يساعده في بعض هذه الامور، فيعمل الحاجات دي بس، يقول له انت مسؤول عن الصيانه، ده مسؤول صيانه، وده مسؤول جمع الايرادات، وده مسؤول توزيع الايرادات، فهمت؟ فكل واحد يبقى متخصص في الحاجه اللي هيبقى مسؤول عنها. فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتجاوزه، ونفقت الموقوف ومؤنة تجهيزه إذا كان عبد، ومن ضمن مسؤولياته برضه نفقت إيه؟ الموقوف، لو كان الموقوف ده عبد أو سيارات أو أشياء بتستهلك عايزة صيانة باستمرار، ينفق عليه، واخد بالك؟ كانوا خدم عبيد بيحتاجوا ياكلوا وجبات كل يوم، ويحتاجوا كسوه في الصيف وكسوه في الشتاء يجيبها لهم، واخد بالك؟ بيسافروا يقطع لهم التذاكر وهكذا. ونفقت الموقوف ومؤنة تجهيزه اذا كان عبدا، وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله او من مال الوقف، وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله. إذا شرط أن العمارة تبقى من مالي ياخدها من الواقف من ماله. لو شرط المال الواقف أن العمارة تبقى من غلته ياخدها من الغل، وهكذا كل حاجة على حسب. أو من مال الوقف، وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد، وإلا من منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار. يبقى الإيرادات إما تكون طالعة من الوقف نفسه، أو جاية مكتسبة من عمل الوقف، فهم؟ وفي الحالتين إيرادات. فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز من بيت المال المسلمين بقى. انقطعت المنافع، والوقف مر عليه بقاله 200 سنة 300 سنة وابتدت تنقطع منافعه، كان أشجار مثمرة اتقطعت وخلاص. يقوم تعمل ايه؟ بيت مال المسلمين بقى ينفق عليه عشان يحييه ويستمر في النفق، واخد بالك؟ فإذا انقطعت منافعه فالنفق ومؤنة التجهيز من بيت المال صيانة لروحه في الأولى، في العبيد يعني والدواب والمواشي، صيانة لروحه في الأولى، ولحرمته لو كان مكان أو مصنع أو أرض في الثانية. أما العمارة فلا تجب في بيت المال، لكن العمارة أن أنا أبني بقى من هدم دي مش من بيت المال، واضح؟ قول من تقديم لبعض الموقوف عليهم، أي في أصل الاستحقاق، كما في المثال الذي ذكره الشارح، فإن من قدمه الواقف وهو الأورع هو المقدم على غيره في الاستحقاق، أو تقديم لبعض الموقوف عليهم على بعض بشيء من مال الوقف أو منافعه، كأن شرط الواقف أن يقدم الأورع بكذا من مال الوقف أو بسكنى بيته، وهذا هو الأنسب بقول الشيخ الخطيب، خطيب الشربين، فإن فضل شيء كان للباقين. وظاهر كلام الشارح أن الترتيب ليس داخلا في التقديم، بل جعله داخلا في التأخير، والوجه دخوله في التقديم لأن فيه تقديم بعض الطبقات على البعض الآخر، وإنما لم يجعله الشارح داخلا في التقديم فرارا من التكرار، فإنه جعله داخلا في التأخير كما علم. وبالجملة هو مشتمل على التقديم والتأخير مع بعض، دي أمثلة،
بس هو خلى التقديم لمثال والتأخير لمثال، لكن التقديم والتأخير معنى واحد. واضح؟ لأنهما متلازمان، لأن أنا لما أقدم حاجة معناها أخرت غيرها، وأما أخر حاجة معناها قدمت غيرها، فهما متلازمان. واضح؟ لا ينفكان. مثال الترتيب: وقفت هذا على أولادي ثم أولاد أولادي، أو الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول، أو الأقرب فالأقرب. وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول واحد، وهكذا. صار يعني وقفت هذا المال على أولادي ثم على أولاد أولادهم. مات معظم أولاده ما عدا واحد، يفضل الوقف للواحد ده ما يروحش لحد ما يموت آخر واحد من ولاده، يروح لأولاد الأولاد، ما يروحش لأولاد أولاد الأولاد إلا لما يموت جميع أولاد الأولاد. فهم؟ وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن، وهناك بطن أقرب منه إلا إن قال على أن من مات من أولادي. لكن لو قال على أن من مات من أولادي فنصيبه لولدي، يروح أول بأول، كل ما يموت حد من عياله يروح لأولاد اللي مات والتانيين بياخدوا، واخد بقى، لأنه نص. لكن لو ما نصش يبقى نمشي بالترتيب. فيتبع شرطه قوله: وقفت هذا على أولادي الأورع منهم، فقدم الأورع منهم على غيره. والورع تعرفوا إيه؟ ترك الشبهات والاقتصار على الحلال ولو زاد على قدر الحاجة، اللي احنا قلناه في أول الدرس. وأما الزهد فهو الاقتصار على قدر الحاجة من الحلال وترك ما زاد على ذلك ولو حلالا. ومثل الأورع الفقير، لو قال ايه على الفقير من أولادي، بدل ما قال على الأورع من أولادي قال الفقير من أولادي، فإذا زال عنه فقره صار غنيا، خلاص خرج ويقتل الفقير. طب والغني من أولاده دلوقتي صار فقيرا بعد فترة، دخل. واضح؟ فإن استغنى خرج عن الاستحقاق، فإن عاد إليه الفقر رجع إليه الاستحقاق. وكذا الأرامل ونحوهم. والصفة قال أنا إيه وقفت على الأرامل من بناتي، فواحدة منهم ترملت يعني فقدت زوجها ثم تزوجت، يبقى طول ما هي مش متجوزة بعد زوجها الذي مات تاخد من الوقت. أول ما تتزوج ما بقتش أرملة، فاهم؟ موتت التاني، مش هي اللي موتته، يعني نصيبها إنه مات وهو زوجها، لما موتته تبقى إيه؟ قتلته؟ لا، أو مثلا إيه؟ موتته يعني غزته، فمات منقوطا بالنقطة. يعني مات وخلاص، زي الست اللي كانت في الممثله بتاع زمان تقول لك مدوجاهم اثنين ومدوجاهم ثلاثه، تتجوز الرجاله تنقطهم او البول يموتوا على طول، واخد بقى، ما بيستحملوش، ما بياخدوش في ايدها غلوه. فلو مات الثاني بقت ارمله تاخد من نفسه، اتجوزت التالي. هو قال الارامل، قال الارامل والمطلقات، ما هو ما بقت رجعت للارمله لان هي ترملت في الاول. وكذا الأرامل ونحوهم. والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشترك كالواو والفاء وثم، إن لم يتخللها كلام طويل، كوقفت هذا على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين، جب الواو كله، أو إلا من يفسق منهم. فإن تخلل المتعاطفات كلام طويل كوقفت هذا على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في درجته، ثم على إخوة المحتاجين، أو إلا من يفسق منهم، اختص ذلك بالمعطوف الأخير. واخد بالك في الحالة دي لما يبقى في كلام طويل نشوف المعطوف الأخير، لأن إذا زادت القيود قل الموجود، كلما زادت القيود قل ايه؟ قل الموجود. القاعدة كده. قوله أو تأخير زي القيود ايه؟ كانوا يضربوا مثال بتاع جدتي، تقول ايه؟ لما تلاقي واحد بيؤمر واحد يعمل حاجة صعبة
صعب عملها. تقول له ايه ده؟ هو انت يعني عايز تقول له سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع؟ فهمت؟ يعني بيأمره بقى يعني بيحرمه في صورة بيعطيه، هو بيحرمه. يقول له انا قلت لك ما تاكلش، كل بس بشرط السليم ما تكسروش والمكسور ما تاكلوش. يعني ايه؟ سليم ما تاكل، مكسور ايه؟ سليم ما تكسر، ومكسور ما تاكل، وكل لما تشبع. يبقى ما ينفعش. فاهم؟ ده كده بيعجز بقى. ده كده بيعجز يا سيدي. يبقى كلما زادت القيود ايه؟ قل الموجود. زود القيود يعني. قال له السليم ما تكسروش، والمكسور ما تاكلوش، قيود كتيره. كل لما تشبع ما فيش اكل. اذا زادت القيود قل الموجود. واضح؟ او تاخير، اي لبعض الموقوف عليهم عن بعض. وقولك وقفت هذا على اولادي، زي ما كان الحكام بتوعنا ايام الطوارئ، حكم الطوارئ كده بيحكمونا بالطريقه دي. يقول لك مثلا ايه؟ اشتغلوا علشان احنا محتاجين الشغل. المواطن المصري بيشتغل 28 دقيقه، ما يصحش كده، البلد محتاجه انتاج. نقول لهم حاضر، انا هروح اعمل انتاج. يروح المصنع يلاقي ايه؟ المكن عطلان ومحدش مصلحه له، وهو عامل عايز يشغل المكنه. وبعدين يقول له هنصلح لك المكنه بعد شهر. يبقى كل يوم بيروح ما بيشتغلش، بس هو عايز يشتغل لكن المكنة عطلان. صلحوا المكنة الحمد لله بعد شهر. رايح بقى هيشتغل، يلاقي ما فيش الحاجة اللي هيدخلها في المكنة عشان تطلع ايه؟ المصنوع. فهمت بقى؟ اهل اللي كانوا بيديروا بلادنا بالطريقة دي. يوم في الاخر المصنع بيخسر، يقول لك العيب في الانتاج، ما فيش انتاج، نخصخصها نبيعه. شفت بقى ادارة حسني مبارك للبلاد كانت بالطريقة دي بالظبط. اللي هو مثل ستي رحمه الله، ام رشدي. ستي كنا نقول لها ام رشدي لان ابويا اسمه رشدي، كنا اما ناديها نقول ستي ام رشدي رحمه الله. فستي دي كانت تقول المثل ده. طلعت بقى الست ستي ام رشدي دي كانت بايه؟ بتعلق على ما سوف يحدث في البلاد. سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل لما تشبع اشتغل، اعمل انتاج. احنا اطباء في المستشفيات يقول لك لو جالك مريض وطلب العلاج اوعى تمشيه، نقول له حاضر. واوعى تطلب منه يشتري دواء من بره، عارف لو شافوا روجيتا فيها دواء من بره وعليه امضاء الدكتور يحولوه للتحقيق، لان العلاج مجاني. حاضر. يجي الطبيب يكتب العلاج، العيان ياخد الورقه يروح يصرفها من المستشفى، ما فيش العلاج. لو الطبيب كتب العلاج ويجيبه من بره يحولوه للتحقيق، ولو قال للمريض ما عرفش يبقى امتنع عن علاجه يحولوه للتحقيق، ولو حط من جيبه ودفع للمريض هات علاجك يقول لك ده بيدي للمرضى اموال بيمولهم علشان يجيبوا له مرضى لعيادته الخاصه، فبرضه يتحول للتحقيق. وتعمل ايه ايها الطبيب؟ اقعد عالج، اوعى تمشي. حاضر. نفس المثال، سليم ما تكسر، مكسور ما تاكل، كل ما تشبع. هي دي بلدنا في كل المجالات. الفلاحين ليه بطلوا يزرعوا ارضهم وبقوا يبنوا؟ ما طول عمر بلدنا فيها اراضي زراعيه، وعمرهم ما فكروا اجدادنا يبنوا على الاراضي الزراعيه عمرهم. تعرف ليه بقى بيفكروا يبنوا؟ انا اقول لك ليه. لان البذور القويه الحلوه صدروها، واستوردوا بذور ضعيفة ومرضها فيها. وزارة الزراعة تحكم على الفلاح يشتري البذور منها، يروح يشتري البذور الفلاح غلبان، يدفع الفلوس ياخد البذور يرميها، على ان الفدان كان بيجيب كذا طن، هو متعود كده من ايام جده. بذور ضعيفة يقولوا عشان البذور دي ضعيفة لازم تجيب سماد، يشتري سماد. كان جده بيشتري البذور وما يشتريش سماد لان بذور قوية. وابو فصاده قاعد بينقي له الايه؟ مش محتاج لا يرش ولا يعمل. كان جده كده، هو لا، ده انت لازم ترش وتسمد وتجيب نترات وتجيب مش
فالفلاح يدفع كتير يدفع كتير يدفع كتير، ومستني بقى ايه ان الارض تجيب له ويعوض ويبيع، يلاقي ان جايباله تلت الكمية المطلوبة وبضاعة وانتاج ثمر ضعيف، وتلت الكمية يجي يبيعها ما تكفيش مصاريفه، يقوم يعمل ايه الفلاح؟ الارض تهون عليه يبطل يزرعها، ولما يبطل يزرعها وابنه عايز يتجوز وعايز يسكن يعمل ايه؟ يروح بني له حته. يبقى ادي المشكله. وبعدين في الاخر يقول لك المصريين بوظوا الارض الزراعيه واعتدوا عليها، انتوا اللي بوظتوها باداره البلاد، انتوا اللي جبتوا البذور الضعيفه وفرضتم عليهم وما عاونتهمش وما عملتولهمش تدريب معين ازاي يزرع هذه البذور، وهم ده اللي افسدوا في البلاد والعباد. لكن من ايام الفراعنه لحد من 40-50 سنة فاتت عمر ما حد كان يفكر يبني حاجة على أرضه الزراعية، لأن دي كنز، ده كل شوية بيرمي فيها وبياخد يأكل بهايمه ويأكل هو ويبيع في السوق ويربي الدنيا، مش صح ولا لأ؟ الشباب اللي طلع في الريف لقى الزراعة مش جايبة نتيجة، فراح ركب البواخر في البحر المتوسط ورمى نفسه عشان يعوم لإيطاليا، فمات غريب. واخد بالك؟ ادي كل بسبب سوء الاداره. سوء الاداره هو اللي وصلنا لهذا يا سيدي. تبقى انت ناوي عندك حماس عايز تنتج. طب انا عايز انتج، عايزك ماده خام وعايز مكن وصيانه وعايز شغل. عشان كده المصري لا يروح اي بلد ثانيه ينتج، يجي في بلده ينام ويتنبل. لانه بيروح شغله مش عارف ينتج. ادي الازمه يا سيدي. عشان كده قامت الثوره. ولحد دلوقتي بيديروا البلاد بطريقة ما قبل الثورة. فالظاهر هم عايزين كل جمعة ثورة لحد ما يفوقوا ويعرفوا ايه المشكلة. لكن يبدو ان هم مش عارفين ايه سبب المشكلة. او بيتغفلوا او بيتعاموا او بيتجاهلوا. الله اعلم. واخد بالك؟ لكن هي ازمة كبيرة يا سيدي. عايزين نخلص السطرين دول عشان نصلي العشاء. أو تسوية، كوقفت هذا على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، فقد أخر أولاد الأولاد عن الأولاد. وهذا في الحقيقة مثال للترتيب ومستلزم للتقديم والتأخير كما مر. ولو اعتبر الترتيب في البعض والاشتراك في البعض اتبع كوقفت هذا على أولادي وأولادهم فإذا انقرضوا فعلى أولادي أولادهم وهكذا ما تناسلوا، فيكون الأولاد وأولادهم مشتركين ويكون من بعدهم مرتبين. قول أو تسوية أي في لفظ الشارح كما قال الشارح حيث مثل بقولك وقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم نظرا لقول المصنف وهو على ما شرط الواقف، وإلا فالإطلاق مقتضى للتسوية. كوقفت هذا على أولادي وأولادهم فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء وفي المقدار بين جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم. ذكورهم وإناثهم. لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة، ومقابله يقول مقابل إن الواو لمطلق الجمع وليس للترتيب في وجه مقابل لهذا أن الواو للترتيب. واضح؟ بأنها للترتيب كما في جمع الجوامع. جمع الجوامع كتاب في الأصول بيتكلم على إيه معنى الواو في العطف، هل هي لمجرد الجمع مطلق الجمع ولا يراد بها الترتيب؟ قال لك وجهان، وجه يراد بها الترتيب ووجه مطلق الجمع، وده له أدلة وده له أدلة ومناقشات. كويس؟ ويسوي بين الجميع في ذلك، وإن زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن، لو زاد الما تناسلوا أو بطنا بعد بطن، إذ المزيد للتعميم في النسل لا للترتيب خلافا لمن جعل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب، ولو اختلفوا في أنه وقف ترتيب أو تسوية. اختلفوا في العبارة. العبارة ملتبسة، شرط الواقف ملتبس. فبعض القضاة قالوا ايه؟ قالوا الكلام ده يقتضي الترتيب، بعض القضاة التانيين قالوا لا ده لا يقتضي الترتيب، فاختلفوا في تفسير العبارة. نروح لمين؟ لناظر الوقف. ناظر الوقف فهمها ازاي؟ بينفذها ازاي؟
ونمشي على فهمه. كويس؟ صدق من هو في يده من ناظر أو غيره، وإلا حلفوا وقسم بينهم. يبقى الموقوف عليهم، افرض حتى الناظر برضو مختلف في العبارة، نجيب الموقوف عليهم كلهم يحلف انه كان يقصد الترتيب او لا يقصد الترتيب او يقصد مطلق الجمع، ويحلف ويتقسم منه. واضح؟ قوله او تفضيل لبعض الاولاد على بعض، انما قال ذلك لاجل المثال الذي ذكره بقولك وقفت على اولادي للذكر مثل حظ الانثيين، فقد فضل بعض الاولاد على بعض، والا فكان الاعم ان يقول او تفضيل لبعض الموقوف عليهم على بعض. ولذلك قال الشيخ الخطيب كقوله بشرط ان يصرف لزيد 100 ولعمر 50 وكل صحيح. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في احكام الهبه ان شاء الله، نلتقي يوم الاثنين 12 من شوال ان شاء الله. مش كده برضه احنا قلنا كده 12/9 13 شوال 14 شوال ان شاء الله. وجزاكم الله خير. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ومنة عرشك ومجال كلمتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.